بهذا الفيديو رح تشوفوا كيف رح نعمل سي في احترافي بالاستعانة باليوروباس واللي هي الصيغة الأوروبية لكتابة السي في بكل سهولة خطوة بخطوة ومن غير ما ضيع لكم وقتكم. يلا نبدأ بالتطبيق العملي. بالبداية مثل ما شايفين رح نفتح المتصفح، رح نكتب بالبحث يوروباس سي في، رح ناخذ الريزولت الأولانية واللي هي مقدمة من موقع europa.eu europa.eu create your Europass CV. رح ندخل عليها ورح نفوت هون بالقائمة، رح نلاقي Europass أول خيار بالقائمة create CV. ما رح نعمل Europass account Europass profile، فحط يا أما continue يا أما إشارة X. حناخذ continue، حقل له I accept cookies. رح أضغط على خيار create new CV، رح أختار اللغة English طبعا، الفورمات date format هذا الشكل اللي حيكون فيه التواريخ بالسي في تبعك، نقي الشكل الاول او انت الشكل اللي انت بتحبه، يوم شهر سنة. first name حط اسمك الاولاني، last name لقبك الكنية تبعك اسم العائلة تبعك. بسكشن الصور اعمل edit، خد من الجهاز تبعك صورة لإلك. اذا ما عندك صورة مثل هي وانت مستعجل وحابب تعمل السي في تبعك هلا، روح البس اي شيء ظابط ورتب حالك وحاول تتصور مع اضاءة عالية، وبعد هيك افتح المتصفح واكتب بالبحث ميك فوتو وايت باك جراوند، وخود عندك موقع فوتو روم، ابلود للايمج اللي انت تصورتها للصورة اللي انت تصورتها شو ما كانت، حتى لو عندك صورة قديمة متصورة بمكان عام، شايف كيف جرد لك اياها؟ حنعمل داونلود. طبعا ما حتطلع باحترافية صورة الاستديو، ولكن هي خيار جيد انك تستخدمه في حال كنت مستعجل على السي في. ننتقل لسكشن اباوت مي اللي هو بيحكي عنك، اكتب جملة مختصرة فيها اي شيء بيوضح عنك، مثلا انت شاب طموح تسعى لانك تحقق اهدافك وتعمل مشاريع مستقبلية، او اللي هو شيء يعبر عنك خفيف بسيط ومفهوم، لانه هذا الشيء رح يظهر تحت اسمك، بالتالي هو الشيء اكيد رح ينقرا من قبل اي حدا بيقع بين ايديه السي في. بعد ما كتبت المختصر عنك حدد تاريخ ميلادك، اليوم، الشهر والسنه. بالجندر رح نحط الجنس تبعنا، وبالناشوناليتي حط البلد اللي انت تحمل جنسيتها، سيريا مثلا. الايميل ادرس حط الايميل الخاص فيك، فون نمبر حط موبايلك، وحط اي من اي بلد انت مشان يحط الكي تبع التليفون، وبعدها ضيف الرقم. بالسوشيال ميديا حط المنصة اللي انت بتستخدمها بشكل دوري، وبالانستنت مسجنج حط التطبيق اللي بتستخدمه للمحادثات اليومية مثل واتساب فور اكزامبل، وحط رقم الواتساب تبعك. بالويب سايت اذا عندك ويب سايت حط الويب سايت تبعك، وفي حال ما كان عندك ويب سايت فهو امر طبيعي، اغلب الناس ما عندهم ويب سايت بيرسونال، ويب سايت شخصي اتركه فاضي. بالادرس رح نحط عنواننا، وهون رح نوه لملاحظة، اذا ما بتعرف عنوان بيتك بالضبط فما في مشكلة، بس حط عنوان شارع رئيسي قريب عليكم، لانه العنوان ما عم ينحط لحتى تجي الجهة اللي عم تقرا السي في تزورك، بل هو موجود كمعلومة اساسية بالسي في تبعك. لهيك اذا ما بتعرف عنوانك بالضبط حط عنوان معروف قريب عليك. حنهيت سيف، حنضغط على سيف. مثل ما لكم شايفين طلع هلا القسم الاول من السي في واللي هي معلوماتنا الشخصيه والكونتاكتس والعنوان تبعنا. رح ننتقل على اد نيو سكشن، اضافه قسم جديد، واول خيار هو الورك اكسبيرينس او خبره العمل. اد سكشن رح نبدا بالبوزيشن اللي احنا شغالين فيها، شو المنصب هلا اللي انت شغال فيه، شو ما كان يكون، سواء مدير لما عامل صغير ما في اي مشكله، حط المسمى الوظيفي تبعك، سواء بالشركه في مسميات وظيفيه، واذا ما في مسميات وظيفيه حط انت شو بتلقى بالشيء اللي انت عم تشتغله. طبعا هون وجب الذكر انه انت رح تحط اخر خبره عمليه قمت فيها، واذا كان لسه انت على مهامك على راس عملك فبالتالي حط على خيار ongoing، انت حطيت امتى بدات بالعمل وحطيت ongoing انه انا لساتني ما زلت عم بشتغل بهذا العمل. بقسم الديسكريبشن او مين ريسبونسبيلتي مسؤولياتك الاساسيه بهذا العمل، رح تضيف انت 3 أو 4 أو 5 نقاط بيحكوا عن مهامك الرئيسية، لا يكونوا كتار كتير أكثر من 5 ولا يكونوا قلال أقل من 3، حط مهامك الرئيسية بهذا العمل. بعد ما خلصت حطيت مهامك وحطيت الخبرة العملية الأخيرة لك حط سيف، انضافت عنا خبرتنا العملية الأخيرة. تحتها Add Work Experience فيك تحط الخبرات العملية السابقة، مثل ما شايفين صار عنا خبراتنا العملية جاهزة. بنحط بعدها Add New Section ورح ننتقل على موضوع Education and Training واللي هو التعليم والتدريب. اذا عم تقدم على شركات كبيره او منح او جهات عالميه فحاول يكون هذا القسم حاطط فيه التعليم العالي، مو المعاهد العموميه اللي مو معترف عليها عالميا، فبالتالي رح تحط تعليمك سواء بكالوريوس، دبلوم، ماجستير، معاهد تقنيه، المهم شيء تابع لوزارات التعليم العاليه. حنضيف بالبدايه شو هي الشهاده، بعدها حنضيف المؤسسه اللي اخذنا منها الشهاده، بعدين العنوان تبع هي المؤسسه، طبعا العنوان فيك تجيبه من موقع الجامعه او من موقع المعهد اللي انت عم تدرس فيه. بعد ما ضفت معلوماتك والتواريخ رح نضغط على More Details،
بهذا القسم رح تحط انت تخصصك في حال في تخصص ضمن الدراسة، ورح نحط بعد الفاينل جريد علامتك النهائية، والثيسس في حال انت كنت مقدم ماستر لما دكتوراه ففي شيء اسمه ثيسس اللي هي رسالتك او عنوان رسالتك، يعني بشو كان بحث تبعك. طبعا اذا ما كان عندك هيك شيء فبالتالي تتركه فاضي. المين سبجكت هو قسم فيك تضيف فيه اما موادك الرئيسية او اكتر كورس مهم كان بهذا التخصص او مشروعك بشكل عام ضمن هذا التخصص وتواجدك ضمن هاي الدراسة. بشكل مختصر وضح شو مكانك ضمن هاي الدراسة. طبعا فيك تضيف تقييمك وعدد الساعات وهذا الكلام وفيك تتركه فارغ. بعد ما تخلص تعباية هالمعلومات اضغط على سيف. في حال عندك شهادات تانية ضيفها كمان. بعد ما خلصت كتابة الإدوكيشن تبعك التعليم تبعك فوت على Add New Section، ورح نفوت على القسم الثالث من CV اللي هو Language Skills. Add Section ورح تحدد لغتك الأم، رح تضيف Other Language شو اللغة الثانية اللي بتعرفها English مثلا، وبعدها رح تحدد مستواك بالمعايير الثلاثة اللي موجودين قدامك Understanding, Speaking, Writing. طبعا اذا عمل فحص تحديد مستوى سابقا رح تعرف مستواك بكل معيار، اما اذا ما لك عمل فحص فاقرأ بتمعن شو بيعني كل مستوى من هدول المستويات وحدد انت مستواك التقريبي باللغة الانجليزية. بعد ما تخلص تحديد هالمعايير اضغط على سيف. رح تلاقي انه انضافت عندك بـ Other Languages اللغة والمعايير على الشكل الآتي. اذا عندك لغة تانية ضيفها واذا ما عندك لغة تانية فوت على Add New Section. ورح نفوت على القسم الرابع واللي هو Digital Skills. بالDigital Skills ضيف جميع المهارات الرقمية اللي بتعرفها. شو بتعرف؟ Word, Office, Photoshop, WordPress، اي شيء بتعرفه بالكمبيوتر بهالمهارات هي بالشبكات بالديزاين اللي هو حطه بهذا السكشن. وجب الذكر هون انه اذا عندك مهارات عديدة فصل هاي المهارات ضمن جروبات. مثل ما لكم شايفين في عندك شيء اسمه جروب نيم، حط جروبات لمهاراتك، فصل مهاراتك الكتيرة بالجروبات اللي بدك اياها. فضفت مهاراتي الرقمية ضمن جروبات محددة، الاوفيس، الكرياتيف والويب سايت. طبعا كل واحد هو معارفه، فاذا بتعرف تستخدم اوفيس وشغله تانية حط بس دول الشغلتين من غير جروبات. اما اذا انت شخص عندك اهتمام بالتكنولوجيا بتعرف تستخدم البرامج العديدة فصل معارفك ضمن جروبس واستفيد من هذا القسم استفادة عظمى. بعد ما ضغطنا على سيف طلع عنا قسم الديجيتال سكيلز يلي ضفناه بشكل مفصل مثل ما كن شايفين. هيك بنكون انهينا الاربع اقسام الرئيسية بالسي في، وحنفوت على المحتوى اللي انا بسميه بلس. اذا بتضغط على Add New Section وتعمل Select رح تلاقي عندك Communication, Conference, Creative Work, Driving, Hobbies, Honors, Management, Network، بلا بلا كلام كتير. في التطوع، في النشاطات الاجتماعية، في المؤتمرات، في المنشورات، في المشاريع. طبعا ما في حدا منا عنده كل هدول الأمور، ولكن كل واحد يمكن عنده طفرة بمجال معين ممكن يحطه شيء غير الورك، غير الإدوكيشن، غير العمل وغير العلم، بس هو يعتبر إنجاز أو شيء ممكن يرفع من قيمته. فبالتالي إذا عندك تطوع حطه ضمن قسم التطوع، وإذا عندك مشاريع حطه بالمشاريع، وإذا عندك منشورات حطه بالمنشورات. رح ناخذ مثال واحد للتوضيح اللي هو بروجكتس مثلا. Add Section رح أقول إنه البروجكت تبعنا فلنفترض دورها هالقناة هي. رح نحط بالتايتل عنوان المشروع، بعدها رح نضيف التواريخ اللي بلشنا فيها المشروع وانهيناه، في حال ما انهيناه بنحط على Ongoing. بعدين بالDescription رح نحط وصف عن هذا المشروع، ورح نتوسع شوي، لا رح يكون كتير كبير ولا رح يكون كتير صغير، لأنه ببساطة مشروعك غالبا ما رح يكون شيء معروف، فبالتالي بيحتاج لأنك توضح، مو مثل دراستك ضمن تخصص، التخصص غالبا رح يكون معروف للجهة اللي هي عم تستقبل هذا CV. فبالتالي مشروعك او النشاط اللي انت قمت فيه بيحتاج شوي لتوضيح. واذا عندك لينك بيبين فيه شغلك، شيء على الانترنت بيبين فيه شغلك او نشاطك، هاد حطه كمان بيكون افضل. بعد ما انتهيت من اضافة هذا المشروع حط على سيف. بالتالي مثل ما لكم شايفين صار عندك CV في معلوماتك، في الورك اكسبيرينس، في الاديوكيشن، اللانجوج سكيلز، الديجيتال سكيلز، والبروجكتس المشاريع. فيك كمان تضيف مشروع تاني، او فيك تضيف سكشن كامل، قسم كامل، سواء تطوع، سواء مثل ما حكينا الاشياء كلها هي السابقة. بعد ما تنتهي باضافة جميع الاقسام المرغوبة وتحط فيها مهاراتك وتشرح عنها رح نضغط على نيكست. رح يظهر عندك السي في تبعك على الشكل الاتي، واضح، نظيف، احترافي، وبصيغة مقبولة عالميا. في عندك اربع خيارات للديزاين، نقي يلي بدك اياه منه. مثل ما لكم شايفين عم تطلع بشكل واضح الصيغة يلي انت عم تنقي فيها، شو الديزاين اللي انت حابب يطلع فيه السي في تبعك. خلينا نقول هذا الديزاين اللي رح نعتمده. اللوجو هاد فيك تلغيه اذا بتروح على اليسار على Add Europass Logo وبتحط No، حتلاقي اللوجو اوتوماتيكيا اختفى. الالوان طبعا كمان فيك تغيرها، بس بصراحة ما بحبز انك تحط لون مثل هذا اللون اللي انتو شايفينه، فبالتالي رح يشتت الشخص اللي عم يتفرج على السي في بالالوان اكتر ما يلهي بالكلام. لذلك انا بحب بفضل خليه كلين، نظيف، باهت، بحيث يكون الفوكس بشكل اساسي على
المكتوب ضمن السي في وليس على الالوان والديكوريشن اللي بقلبه. في كمان تكبر الخط وتصغره، بس دائما خير الامور اوسطها، خليك مع الميديوم. بعد ما انهيت مراجعتك للسي في اضغط على نيكست، حيقول لك شو اسم الملف اللي احفظ لك اياه فيه. خلينا نقول اومار سي في 2022، تضغط على داونلود. بعد ما تحمل السي في تبعك افتح الملف وشوف كيف طلع بصيغة عالمية احترافية فعلا، نتيجة مبهرة على الوقت القليل يلي اخذناه ونحن عم نعمل السي في تبعنا. في حال حبيت تعدل اي تعديل، تضيف اي اضافة او تلغي اي قسم، فيك ترد ترجع على الموقع اللي كنا فيه، نرجع خطوة لورا من زر بريفيوس، كمان واحدة لورا بريفيوس، رح نفوت على قسم ايديت. بقسم ايديت بتغير اي شيء من المعلومات اللي احنا كتبناها قبل شوي، بسيط وسهل جدا. في حال انهيت رد ارجع نيكست نيكست وروح احفظ السي في تبعك بكل سهولة. هيك بنكون انهينا كتابة السي في بطريقة احترافية ومعترف عليها عالميا، وبتمنى تكونوا استفدتوا من هالشرح العملي، واذا فعلا استفدتوا اشتركوا بالقناة لحتى تشوفوا محتوى مشابه، وبشوفكم فيديو جديد. كنت معكم انا عمر حموي من دورها، سلام.